محمود الحب كيفك حبيبي؟ بيطلب منك طلب الله يرضى عليك. عيوني يا مام. إذا صار حديث شي مرة هيك واجتمعنا كانت مرتي موجودة وانفتحت قصة الأسوارة على أساس أنا رجعت لك إياها. إيه براسي بس يعني الأسوارة يعني في شي يعني ولا؟ لا بس هيك يعني شغلة سخيفة. خلص خلي الكلام على الكلام لأنه أنا مو متعود كذب على مرتي. خاطرك تعال تعال اشرب شاي. لا لا هلا ما خرج ابني إشي. إذا بتحب بكرة؟ إيه بكرة أنا بدبرها لمي الصبح وبس يطلع كرم بقدر إني شوفك. لا لا أكيد خلاص على موعدنا. إيه نغام بحكي بنحكي بعدين. يلا بعد أنت هون؟ عم نعم بحكي ما مين عم بحكي يعني رفيقتي. صار لك زمان واقف يعني فتت وأنا عم بحكي على التليفون؟ تقريبا قبل شوي. ليش في شيء؟ أنت ليش إجيت هلا في شيء؟ ليش وين المشكلة إذا إجيت هلا؟ مو تخانقنا الصبح؟ قلت بجي لبركي منتصالح. إيه. ليش عم بوسيني؟ ما في شيء، إجا على بالي بوسك قمت بستك. مو على أساس إنه أنت بالعادة ما بتخليني أقرب عليكي وإنه ريحتك طبخ وما بعرف شو؟ يا سيدي وهالمرة إجا على بالي إني بوسك. في مشكلة؟ لا. بدك شيء؟ سلامة قلبك.